مساء الخير. في كأس العالم، ومع أن الحدث بعالميته يجمع بين شعوب العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، إلا أن هنالك أيضا مرايا كثيرة تعكس ما هو أبعد من المواجهات الرياضية، مرايا تعكس طبيعة المجتمعات المتبارية وآليات التنظيم فيها بين العمل الجماعي والمهارات الفردية، مرايا تعكس المزاج السياسي للدول التي تمثلها المنتخبات، وأخرى تعكس الشعور بتاريخ الاستعمار والنظرة إلى الآخر. لماذا أنتجت القوى العظمى سياسيا منتخبات صغرى؟ ينطبق الحديث طبعا على الولايات المتحدة وعلى روسيا وعلى الصين. ما هو دور المهاجرين في صنع الانتصارات لعدد من الفرق الأوروبية في الحالة الفرنسية بالتحديد؟ وكيف يتوازى هذا الدور للمهاجرين مع خطاب اليمين في أوروبا؟ ما هي أجواء المواجهة عندما يلتقي منتخبان يحملان ذاكرة الاستعمار؟ نناقش ذلك مع الأستاذ نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر، معنا من الجزائر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ نور الدين. أهلا أهلا وشكرا للاستضافة. الأسباب زائدا السياق تساوي الحدث. في الأسباب، لماذا أنتجت القوى العظمى منتخبات صغرى؟ وفي السياق، المهاجرون بين صناعة الانتصارات وخطاب العنصرية. في الأسباب نتحدث عن ثلاث تجارب. أولا، الولايات المتحدة وثقافة العنف، بمعنى أن الولايات المتحدة ترى في كرة القدم التي نعرفها رياضة ليست عنيفة بما يكفي لثقافتها وتاريخها وموروثها. ثانيا، الصين والتاريخ الذي لم يسعف، مع أن الصين من أول الحضارات التي مارست ما يشبه كرة القدم الحديثة، إلا أنها لم تنجح في بناء منتخب قوي. وثالثا، روسيا وشظايا الانهيار. هل دفعت روسيا ثمن الانهيار الكبير للاتحاد السوفيتي في كرة القدم كما دفعته في ساحات أخرى؟ نبدأ مع الحالة الأمريكية لنسأل حول هذه الإمبراطورية التي تمكنت من التفوق طويلا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والأبحاث، وحتى في أنواع معينة من الرياضة مثل ألعاب القوى. لماذا فشلت في إنتاج منتخب كروي؟ في التاريخ الثقافي والاجتماعي للولايات المتحدة، القوة والعنف هما القيمة العليا في المجتمع التي تطغى على باقي القيم. السيارات ضخمة وقوية دائما، الأفلام تحل عقدتها غالبا باللكمات والمسدسات. لذلك ليس غريبا أن تعيد الولايات المتحدة تكييف كرة القدم التي نعرفها إلى طابع أكثر عنفا مثل كرة القدم الأمريكية الرجبي. وهنا تقول دراسة صادرة عن جامعة الميسيسيبي عام 2011 بعنوان ثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة، كيف ترجمت هيمنة الذكورة في كرة القدم الأمريكية الرجبي. تقول الدراسة إن هيمنة الذكورة أساسية في البناء الاجتماعي والثقافي الأمريكي، لذلك من الطبيعي أن ينعكس ذلك على كل أنواع الرياضة المختلفة. لذلك حورت الولايات المتحدة لعبة كرة القدم لتكون لعبة كرة القدم الأمريكية الرجبي، فهي أكثر عنفا، أكثر قدرة على حماية هيمنة الذكورة. تتحدث الدراسة عن هيمنة الذكورة ليس فقط هيمنة الرجل ضد المرأة، وإنما أيضا الرجل ضد الرجل. الدراسة تمزج في الحديث عن الذكورة والعنف والقوة، وهي القيم الاجتماعية التي تشكل الموروث الثقافي الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية. تتحدث دراسات أخرى عن أسباب إضافية لضعف كرة القدم في الولايات المتحدة، منها مثلا أن الثقافة الأمريكية تبحث عن الأرقام الكبيرة، وكرة القدم تقدم فقط 2 إلى 2.6 من الأهداف في المباراة الواحدة. كما أن لعبة كرة القدم لا تعطي المساحة الكافية للإعلانات، نظرا لعدم وجود استراحات كثيرة أثناء اللعبة، وأيضا أن فيها نظام المخالفات، في حين تقوم الرجبي مثلا على الوقوع والمخالفات. والثقافة الأمريكية أيضا تحب مفهوم الفوز والخسارة، أما في كرة القدم فهنالك فرصة للتعادل. أستاذ نور الدين، بعد هذا العرض والسرد، ما تعليقك على هذه الأسباب التي يتم تداولها في الدراسات المختلفة؟ أعتقد أنه اللعب الشعبية في حد ذاتها هي منتوج ثقافي ومنتوج مجتمعي، وترتبط بعدة عوامل. أحيانا ترتبط بعوامل جغرافية أو عوامل متعلقة بالمناخ. مثلا نجد على سبيل المثال للحصر، كندا تنتشر فيها لعبة الكرة الجليدية نظرا لظروف الطقس هناك إلى آخره. مثلا أماكن أخرى لعبة كرة القدم لا تتطلب ربما تجهيزات كبيرة جدا، تحتاج أي مساحة وصناعة الكرة بأي شيء ممكن، حتى وإن كان قماش أو بلاستيك أو أي شيء. وبالتالي هناك جزء من
اللعبة واختيار اللعبة يرتبط بالمولود الثقافي وما عاشته المجتمعات وميولاتها. من ذلك مثلا نجد في الأحياء الضيقة لعبة كرة القدم تتطلب مهارات كبيرة جدا، وبالتالي يصبح هؤلاء مهاريين أكثر ممن يمارسها في مساحات واسعة. عندما نعود للتجربة الأمريكية على سبيل المثال للحصر، أمريكا العظمى كانت تفكر بأن يكون لها لعبة خاصة بها ولا تتبع لعب الدول الأضعف منها، لذلك قررت أن تستثمر في الركبي، لأنه دائما في اللعبة هناك شقين، هناك شق كمورود تقليدي يتوارد، وهناك شق يرتبط بالصناعة ويرتبط بالتجارة ويرتبط بالأهداف الاستراتيجية للدول والسياسات. لأنه كان يجب للأمريكيون أن يجدوا آلية لجمع ذلك الفتات الموجود من مختلف الجنسيات مختلف الثقافات، وخاصة وأن أمريكا ولدت في رحم الصراع والتصارع بين الولايات والعرقيات المختلفة، ولا زال هذه الظاهرة العنف موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي وقع اختيار الرجبي كرة القدم الأمريكية لكي تزرع في المدارس، وكل ثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية لها فريق، كل جامعة لها فريق، لذلك شكلت نوع من اللحمة. وليست كرة القدم فقط الأمريكية، بل كرة السلة، بل لوكي إلى آخره. وبالتالي هناك خيار وهناك صناعة تدر أرباح أكبر مما تدره الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني. وبالتالي نحن أمام معادلة من زاويتين، زاوية التي تعكس ثقافة المجتمع، وهم ينظرون إلى كرة القدم كأنها رياضة نسوية، والدليل على ذلك أن فريق كرة القدم النسوي للولايات المتحدة الأمريكية تحصل وفاز بأربع كؤوس عالمية. صحيح. لأنه ليست فيها خشونة، بينما الأمريكي يعتقد ويؤمن بأنه يجب أن يكون في الرياضة نوع من إعادة إنتاج ما هو في المجتمع وتشجيعه، مثل ذلك الاندفاع، مثل ذلك الشجاعة. الركبي يتطلب شجاعة كبيرة، أما لاعب كرة قدم فهو محمي من أي اعتداء. وبالتالي هناك انعكاس لطبيعة المجتمع، لثقافة المجتمع عامة على مر عقود من الزمن، فوجدوا راحتهم في رياضات أخرى. لكن هذا لا يعني بأن كرة القدم لا تنتشر. لماذا؟ لأنه في العالم اليوم نحن نتوجه لصناعة نموذج واحد للإنسان، نموذج واحد، نفس الاهتمامات، نفس الانشغالات، نفس الميولات. وبالتالي كرة القدم أصبح هناك نوع من الإجماع من أجل تحويل الكرة إلى مشترك رياضي متوافق عليه. والدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سوف تنظم مع المكسيك وكندا كأس العالم القادمة، وهناك رهان سياسي على ذلك. لأنه هي في الأخير ما هي وظيفة، هي صناعة، هي تجارة، هي محاولة، لكن لا يقبل بالنسبة للأمريكي الانتقال مما هو مربح لشيء لا تضمن عوائده بالضرورة. وبالتالي نحن أمام مرحلة انتقالية مراقبة وبشدة كبيرة. لكن اليوم الأمريكي يفكر بعقل أمريكي ويريد أن يكون له مداخل وتوافق بين ما يجمع الأمريكيين. دعنا دكتور نور الدين ننتقل إلى نموذج آخر من الولايات المتحدة. دعنا ننتقل إلى النموذج الصيني. فإذا كانت كرة القدم هذه اللعبة الشعبية غير متناغمة مع منظومة القيم الأمريكية، فماذا عن الصين؟ يعتبر عدد من المؤرخين أن الصين أول من لعب ما يشبه كرة القدم بطبعتها الحديثة طبعا، وكان ذلك قبل 2000 عام عبر لعبة الكوجو. من التاريخ القديم إلى الحقبة الشيوعية، في شبابه مثلا لعب ماو تسي تونغ في موقع حارس المرمى، وعندما لعبت الصين في إحدى المرات ضد يوغوسلافيا وخسرت، قال ماو تسي تونغ: قد تهزموننا ل12 سنة المقبلة، ولكننا في العام 13 قد نفوز. في برنامج التحديثات الأربعة، قائد برنامج التحديثات الأربعة دينغ هي ساو بينغ تابع هو الآخر مباريات أثناء سنوات أمضاها في باريس، وكان مهتما في تطوير كرة القدم في الصين. أمنيات شي جين بينغ الكروية هي ثلاث ومتدرجة على الطريقة الصينية: أن يتأهلوا مرة أخرى إلى كأس العالم، أن يستضيفوا كأس العالم، وأن يفوزوا بكأس العالم. إذن مع أن هنالك اهتمام كبير من رؤساء الصين باللعبة، إلا أنها لم تتقدم داخل الصين ولم تتأهل إلى كأس العالم إلا مرة واحدة عام 2002، وخلال ذلك المونديال لم تتمكن من التسجيل في أي من المباريات الثلاث. والمفارقة الغريبة أن الصين تنجح في الألعاب الفردية مثلا مثل تنس الطاولة، ولكنها لا تنجح في الألعاب الجماعية مثل كرة القدم، وهذا ما يختلف مع توجهها الأيديولوجي القائم على مبدأ الاشتراكية.
الإعلام الغربي إجمالا يلخص الأسباب التالية لتراجع كرة القدم في الصين: أن الصين تعبر أو تقوم بتشكيل الفريق من 11 لاعبا للحصول على ميدالية ذهبية واحدة، وهذا لا يماثل الحصول على 11 ميدالية ذهبية في الألعاب الفردية. كما يتم تداول الحديث عن الفترة التي لم تعترف بها الأمم المتحدة بعضوية الصين واعترفت بعضوية تايوان من بداية الخمسينيات إلى عام 1971، وبالتالي المنتخب الصيني كان بعيدا عن الفعاليات الدولية. النقطة الأكثر سخونة بالنسبة للإعلام الغربي هي التركيز على آلية إدارة الأندية وتطوير اللاعبين واعتبار التخطيط المركزي هو المشكلة. أستاذ نور الدين، على هذا السرد وبناء عليه، كيف تفسر عدم قدرة دولة مثل الصين، مليار ونصف إنسان، على إنتاج منتخب كروي قوي، ولا سيما أنه تأهل لكأس العالم مرة واحدة عام 2002 وانتهى الأمر؟ أعتقد أن الصين هي كرة القدم في الصين هي الرياضة الأكثر شعبية بدون منافسة، لكن في نفس الوقت هي رياضة لا تمارس بشكل كبير جدا، ليست لها قاعدة ممارسة. هناك قاعدة مشاهدة لكن لا تتوفر عليها قاعدة ممارسة، لأن الصينيون لا يقبلون بفكرة أن يضيع أبنائهم من جزء من الزمن المخصص للدراسة من أجل ممارسات أو تجريب حظهم في كرة القدم. هذا معطى مهم جدا، لأنه الأصل في بعث كرة القدم هو وجود قاعدة شعبية تنتج لاعبي كرة القدم، ثم تتدخل معايير أخرى وقد أشرت لها. المعيار الأساسي أنه إنتاج النخب المتميز الرياضيين يحتاج إلى فضاء يسمح بذلك، وهذا يتطلب نوع من الديمقراطية والحرية في إدارة هذا الشأن، لأنه أكبر دول التي تمارس التي تنتج لاعبين في كرة القدم حتى وإن كانوا أجانب تعتمد على رأسمالية واضحة واستقلالية للنواد بشكل كبير جدا، حتى أحيانا نجد أن هناك نوادي أكبر من البلدان في حداتها، وبالتالي تحتاج إلى استقلالية، تحتاج أن تتحول إلى سلطة. عندما نتحدث عن سلطة، النظام الصيني لا يقبل بسلطة غير السلطة المركزية، لأنه الإعلام سلطة، لأنه المال سلطة عندما يكون حرا، وإن الرياضة تصنع نجوم ونجوم يتحولون إلى سلطة، وبالتالي إدارة السلطة شيء مهم عند الذهنية الصينية، عند الذهنية النخب الصينية. فهم دائما في حالة تململ، حاولوا ابتداء من 2012 أن يشجعوا انتشار كرة القدم والذهاب نحو الاحتراف إلى آخره، وحتى الاستثمار خارج الصين في أكبر الفرق الأوروبية، لكن تراجعوا بسرعة قياسية، لم يدل الأمر أزيد من 6 سنوات، لأنهم لا يؤمنون في قرار أنفسهم بالسماح لاستقلالية بهذا الوزن، خاصة وأنه في بداية الأمر لا تدر أرباح الفرق المراهنة على مشاريع معينة، لن تدر أرباح بالضرورة، وعدم وجود عوائد مالية كبرى داخل الصين من خلال الدوري هو الذي أدى لذلك، عن طريق محاربة الفساد ومراقبة الأندية بشكل دقيق جدا. نعم. وعدم التساهل، حتى وقعت اشتراء للمقابلات. نعم. أشياء كثيرة تمنع التطور الطبيعي لإنتاج فرق قوية. دعنا نذهب إلى الحالة الثالثة وهي الحالة الروسية، ومن الطبيعي أن تكون قد انهارت لعبة كرة القدم من الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى مع الانهيار الكبير للاتحاد السوفيتي. الوضع الاقتصادي كان في أسوأ حالاته على امتداد تاريخ روسيا، وهذا طبعا انعكس على كرة القدم بطبيعة الحال. ولكن هذه الحالة الاقتصادية المتردية كما نعرف تجاوزتها روسيا، حتى أن روسيا بحسب تقارير الـ UEFA اتحاد كرة القدم لأوروبا مقارنة مع كل الدول الأوروبية تحتل المركز السادس من ناحية ميزانيات تدريب الشباب على هذه اللعبة، لعبة كرة القدم. لماذا أستاذ نور لم تنتعش كرة القدم في روسيا؟ هل هو سبب مناخي؟ هل هو سبب ثقافي مثل الحالة الأمريكية وتفضيل مثلا لعبة الآيس هوكي؟ تفضل استاذ نور. لا اعتقد انه روسيا لها فريق قوي في كل مره، وقد كانت له نتائج متميزه، لكن لم يتحصل يعني بشكل دوري على كأس العالم او يصل الى الدور النصف النهائي عموما، لكن دائما خاصه في السابق قبل الازمات المتتاليه كان دائما مشهور الفريق الروسي بأنه فريق منضبط ويملك مهارات، والدليل على ذلك بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أصبحت عدة دول وعدة جمهوريات كانت تنتمي للاتحاد السوفيتي لها فرق محترمة جدا وتلعب أدوار مهمة جدا في كأس العالم عموما، وتنتج باستمرار لاعبين متميزين، لكن النموذج الروسي هو النموذج الأم للنموذج الصيني،
هو ما تسير بالمركزيه، لانه النموذج الصيني قلد النموذج الروسي وهو النموذج السوفيتي الاصلي. دائما هناك عمليه مع النموذج السوفيتي هو النموذج الاصلي. النموذج الصيني قلد طريقه تسيير كره القدم السوفيتيه وهي المراقبه بالمركزيه والتحكم في كل شيء ونوع من الدوله الرعيه التي تراقب كل هذا المسار وهي التي تنفق وهي التي تكافئ. وبالتالي لم يكن حرا يوما مما اضطر حتى انه كان يقيد فكره خروج اللاعبين ويعطل من بقاء اللاعبين وقدرتهم على الالتحاق بالفرق الكبرى كما هو كان حال دائما الدول المتسلطة الدول المهيمنة، لأنه عقلية الهيمنة تعطل إنتاج النخب المتميزة. لذلك التجربة الصينية التجربة الروسية أنتجت هي كرة قدم جميلة جدا متميزة جدا، لكن تأثرت دائما بالمراحل السياسية على أساس أن الإدارة كانت سياسية أكثر من رياضية، ولذلك حملت دائما ما حملت روسيا والصين فرقها الرياضية مواقفها السياسية على حساب المهارات وعلى حساب الأداء الذي كان قادرا أن يكون أفضل بكثير. نعم أستاذ نور، إذا كانت الدول العظمى الحالية عجزت عن بناء هذه المنتخبات وتحدثنا عن ثلاث حالات، فماذا كانت حلول الدول الاستعمارية التقليدية مثلا فرنسا وإنجلترا؟ في السياق نناقش نقطة واحدة، المهاجرون ومنتخبات أوروبا. مع أن نسبة المهاجرين المولودين خارج فرنسا تساوي 10%، إلا أن نسبة المهاجرين أو أبناء المهاجرين في المنتخب الفرنسي الذي فاز في كأس العالم عام 2018 هم 87%. نعرف مدى أهمية جائزة الكرة الذهبية على سبيل المثال، عندما حصل عليها لاعبون فرنسيون خمس مرات كان 4 منهم من المهاجرين، ميشيل بلاتيني المهاجر الإيطالي، رايموند كوبا المهاجر البولندي، والمهاجران الجزائريان زيدان وبنزيما. عندما سجلت فرنسا أول فوز لها في كأس العالم عام 1998 سمت عدد من الصحف الفرنسية المنتخب الفرنسي بمنتخب التنوع، حتى أن جاك شيراك وصفه بالفريق ثلاثي الألوان أسود أبيض وعربي. لم تتأخر صرخة جان ماري لوبان عندما قال إن الفريق الفرنسي هو فريق مصطنع لأنه لا يضم لاعبين بيض. أستاذ نور، كيف يمكن أن نقرأ دور المهاجرين في هذه المنتخبات؟ والمنتخب الفرنسي خير مثال على ذلك. ماذا لو لم يكن المهاجرون في صفوف هذا المنتخب الفرنسي؟ كيف تنظر فرنسا إلى المهاجر في الملعب وكيف تنظر إليه بعد أن تنتهي المباراة؟ هي في الحقيقة تنظر له كوسيلة قابلة للاستثمار، لأنها هي تختار من تختار الاستثمار في أزمات المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المنهارة، فبالتالي يصبح لها من السهل جدا اصطياد أحسن العناصر واصطياد والاستثمار في تلك الظروف، من أجل لأنه هذا النوع من الظروف تدفع بهؤلاء إلى تقديم حافزية كبيرة جدا ودافعية كبيرة جدا للخروج من الأزمات، وخاصة لتجاوز فكرة العنصرية وتجاوز النظرة الدونية، وبالتالي يريدون أن يصبحون نجوما فيبذلون جهدا كبيرا جدا، خاصة وأن الدول الغربية عموما والدول الأوروبية تشهد تراجع كبير في النمو الديموغرافي. من هنا إلى سنة 2050 أعتقد أن هناك أزيد من 61 دولة وغالبيتهم الدول الأوروبية سوف تتراجع أعداد سكانها بشكل كبير جدا، وتحتاج إلى طاقات خارجية، والاستثمار يبقى مفتوحا ليس في كرة القدم فقط وإنما في كل المجالات، على أساس هناك دائما ذلك الأبيض المتفوق الذي يستنزف الآخر ويعطيه فرصة من أجل الاندماج المشروط بشرط أن يكون مبدعا وأن يكون متميزا، وهذا الذي يحصل الآن لأنه الترقية موجودة في أوروبا وغير موجودة في إفريقيا وغير موجودة في الدول العربية عموما التي تعاني من أزمات اقتصادية، وبالتالي أوروبا تسمح لنفسها بالاستثمار في المهارات في الإبداع في المتميزين، طالما أنها تملك القدرة على دفع ما يريدونه وتوفر ترقية، وبالتالي تتجاوز هذا الجزء على أساس بفكرتها العنصرية وثقافتها العنصرية، أننا نحن من سمحنا لهذه المهارة بأن تتطور ونحن من سمحنا لهذا التميز بأن يسود، وهذا هو الأصل.
وبالتالي يبقى دائما هو السيد. والدليل على ذلك أن الهجرة من الرياضيين من الدول الفقيرة من مختلف دول يعني تكاد تكون كبيرة جدا وغير منتهية. وأحسن مثال على ذلك أنه النخبة البرازيلية أحسن اللاعبين البرازيليين كلهم تقريبا متواجدون في أوروبا في وغير متواجدين في الدوري المتميز البرازيلي الذي يبدع لأنهم اختاروا الترقية، والترقية غير موجودة في الدول التي لا تملك موارد اقتصادية. في معادلتنا اليوم التاريخ الثقافي والاجتماعي للدول زائدا آلية إدارة المواهب تعبر بشكل كبير عن مستوى منتخبات كرة القدم لهذه الدول. في فقرة مقاربات كيف تعمل ذاكرة الاستعمار والخصومة السياسية في المستطيل الأخضر. عندما سجلت تونس هدفا في هذا المونديال في المرمى الفرنسي حجم الفرحة كان كبيرا وليس من السهل استثناء مشاعر الجمهور التي تستعيد الماضي الاستعماري لفرنسا. في مباراة إيران والولايات المتحدة ليس من السهل مشاهدة المباراة من دون استدعاء الصمود الإيراني أمام عقود من الحصار الأمريكي. هذا الاستدعاء من الأفكار هو عملية حرة لا يمكن لجمها بسهولة بأي شكل من الأشكال. في العودة إلى الماضي، مباراة جمعت بين فرنسا والجزائر عام 2001، كان ذلك اللقاء هو الأول منذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي عام 1962. انتهت هذه المباراة بنزول المشجعين إلى الملعب وإيقاف المباراة، وكأن المباراة لم تتمكن من تنظيف الحقد التاريخي، ولا سيما أن فرنسا كانت مصممة على عدم تسمية حرب الاستقلال بالحرب ولا الاعتذار على جرائم الاستعمار. المباراة التاريخية بين الأرجنتين وإنجلترا عام 1986 والهدفان التاريخيان لدييغو مارادونا، اعتبرت الأرجنتين هذا الفوز انتقاما من حرب المملكة المتحدة على جزر مالفيناس التي تسميها جزر الفولكلاند. حتى يد مارادونا في تلك المباراة كانت جزءا من هذا الانتقام. أي أثر أستاذ نور للمناخ السياسي أو لتاريخ الاستعمار على مزاج اللاعبين وعلى مزاج الجمهور؟ من أهم الأشياء التي تجعل الجماهير تعشق كرة القدم أنها تعتمد على المهارة والكفاءة، ولا يمكن استعمال المحاباة في ضم عناصر معينة حتى وإن كان ابن رئيس جمهورية، وينظر لكرة القدم على أنها ساحة حرب. والدليل المصطلحات المستعملة: رأس الحربة، قلب الهجوم، الدفاع، الانكسار، الانتصار. وبالتالي أننا أمام معركة مهم جدا، معركة عادلة. كرة القدم توفر مساحة أين تدوب الفوارق بين الغني والفقير، بين المهيمن سياسيين والضعيف سياسيين. عندما يلتقوا داخل تلك الحلبة ينظر الضعيف على أساس أنها هي فرصة الانتقام، هي فرصة لتصفية الحساب. لذلك عندما ينتصر الفريق يشعر هناك نشوتين، نشوة الانتصار على الخصم، وفي نفس الوقت زرع نشوة الانكسار وحسرة الانكسار والحزن لدى الطرف الآخر. لذلك عندما تجد مثلا تونس أمام فرنسا يفرح التونسيون فرحا شديدا بانتصار على فرنسا، هو نوع من التعبير على نفسية التونسي المنهزم على أساس أنه منكسر، لم يستطع أن يتطور، لم يستطع أن يتجاوز حتى رواسب الاستعمار، وبالتالي أتيحت له فرصة من أجل التعبير على أنه ليس ضعيفا بفطرته بتكوينه بعرقه، وإنما الظروف هي التي منعته. والدليل على ذلك استطاع أن ينتصر على من؟ على أقوى قوة، على أكبر الدول الغربية بمالها ونفوذها وتكنولوجيتها. استطاع أن عندما توفرت فرصة الحرب العادلة، لذلك تستعمل الكرة لتصفية الحسابات. هناك لا يمكن أن تنتقم بسهولة من الإمبراطورية السابقة وأنت لا تملك اقتصاد قوي ولا تملك قدرة كبيرة على التمايز. لذلك نلاحظ المقارنة المفارقة بين الياباني. الياباني كان له الكثير من المشاكل، لكن بحكم تفوقه الاقتصادي لا يجد هذه العقدة عندما يلعب أمام دول كبرى لأنه متحرر اقتصاديا. بينما الدول المتخلفة، الدول الضعيفة الهشة، الدول المحاصرة تجد لدة وتجد رهان، تحول مباراة كرة قدم إلى رهان كبير من أجل إعطاء جرعة من الأمل، إعطاء نفسية لشعوبها بأنها
تستطيع أن تكون سيدة في الترتيب العالمي، سيدة في الإنجاز الكروي، لأنها لم تستطع أن تكون سيدة في جوانب أخرى. نعم استاذ. ومن جانب آخر أعتقد أنه ما تستطيع أن تحققه كرة القدم نفسيا عن طريق انتصار بسيط جدا، يعني كبير جدا وصعب جدا تحقيقه بمنجزات تتطلب جهد كبير جدا وإنجازات وتضحيات كبيرة، لأنه كرة القدم لها نوع من النشوة السحرية. ذلك الانتصار في الحقيقة جميل جدا، ثم يهنئك الناس على الانتصار وأنت لم تكن طرفا في المقابلة، كنت مجرد مشجع بأقل تكلفة ممكنة، ربما فنجان احتساء فنجان قهوة في مقهى لمشاهدة الكرة أو بضع صيحات. لذلك أعتقد أن عالم الكرة هو عالم فيه الكثير من التنفيس عن مختلف الأزمات، ومنها ذاكرة الشعوب المعلومة. يعني نتمنى أستاذ نور أيضا أن تمتد وتتوسع بذور النهضة عند هذه المنتخبات من المستطيل الأخضر إلى كل القطاعات وصولا إلى التكنولوجيا أكيد. والبحث العلمي أكيد. في فقرة استدلال أسوار الملاعب صح. لا يمكن لها أن تخلق حاجزا بين الملعب والعالم الخارجي. عندما لعب الاتحاد السوفيتي أمام المملكة المتحدة في الخمسينيات بعد الحرب العالمية الثانية، كانت شعارات الصداقة تعلو على اليافطات في المدرجات، ولكن الحرب الباردة لم تتوقف لا داخل الملعب ولا خارجه. تاريخ اللعب للعب تاريخ طويل، أما اختيار نوع اللعبة المفضلة فيتباين بين الأمم والشعوب. لذلك كثيرا ما تكون الملاعب مرآة ليس فقط للسياسة وإنما أيضا لشكل المجتمعات. أستاذ نور الدين بكيس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة والمتخصصة والمثرية. أعزائي المشاهدين، في بناء معادلة جديدة نلتقي الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.